استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي للدستور ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا سعيد اهلا بيك. اهلا بيك امير واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي تمام. عايز اخد في البدايه تعقيبك على قرارات لجنه الانضباط وعلى الحيثيات كمان، رايك ايه؟ يعني ممكن لو نتكلم بشكل عام في القرارات يعني ناخد عنوان رئيسي، انا بشوفها انها قرارات رادعه ومهمه، يعني هي ضروره عشان نبدا نرسخ لنظام نحد فيه من فكره التعصب والخروج عن النص. طيب. لكن الضروره ان يبقى في قرارات يعني يبقى في رادعه، في رادعه وقرارات قاسيه، كلنا تمام. لازم نتفق انها نشوفها انها قاسيه. أوكي. فده مهم، يعني ده اللي حصل ده مهم، لكن لما اجي ادخل معاك في التفاصيل بشوف طبعا ان في تحايل حصل على اللائحه او توظيف للائحه لخدمه طرف بعينه او شخص بعينهم على حساب اطراف تانية. انت شايف كده؟ انا شايف تم تسييس بعض القرارات لخدمه طرف بعينه او شخص بعينهم، فبالتالي اثرت على نصوص اللائحه نفسها. يعني مثلا انا لما اتكلم معاك يا امير على سبيل المثال، مثلا لما نيجي نبص على الازمه بشكل عام الفعل الاكبر فيها والحدث اللي لفت النظر بشكل اكبر واللي كان عليه كلام كتير جدا هي فعل تشيكابالا. فمفترض ان يكون العقوبه الاكبر والقرار الاكبر والعقوبه الاقصى تكون في المنطقه ديت. يعني انا دلوقتي امير يعني احط الساده المشاهدين معانا في الصوره، بس هو الواضح ان موضوع شيكابالا يعني اللي عمله شيكابالا ده عادي، يعني لا عمله شيكابالا ده عادي ازاي؟ هو واضح من قرارات كده يعني. لا هو بصراحه يعني، وكان الاستاذ سيد بن داري في تصريحاته قبل ما تطلع الحساسيات معانا في موقع الكابتن بيقول ان اللي عمله شيكابالا عمله كريستيانو رونالدو، يعني بشكل عجيب جدا، رد عجيب جدا. طب لما هو اللي عمله كريستيانو وعمله شيكابالا، كابتن شيكابالا ليه عقوبته 8 مباريات؟ اذا ما كنت شايف ان انت يا اما شايف ان هو يستحق العقاب يا اما ما يتعاقبش. ده حقيقي، لان لو شيكابالا يستحق العقاب ما ينفعش العقاب يبقى 8 مباريات بس. ده حقيقي. وبالمناسبه هو الخبر ده منشور عندنا في موقع الكابتن، هو طلب يمسحه بعدها لما شاف فيه هجوم عليه. فطلب يمسحه. فالفكره في ان لازم نتفق ان اللي عمله شيكابالا جرم هو الحدث الاكبر. بمعنى ايه يا امير؟ دلوقتي انا رجل اعترض على هذه القرارات وقررت ان انا اعبر عن اعتراضي بطريقه ما، يعني مثلا هستخدم طريقه شيكابالا في الرد عليها. انا هقوم دلوقتي هروح معترض بنفس طريقه شيكابالا على الاستاذ عمرو الجريني وعلى اللجنه، اقول لهم انا مش موافق على قراراتكم وهعمل زي شيكابالا ما عمل ليكوا اهو. وانت امير عشان انت راجل محترم قمت قلت لي عيب ما ينفعش ده يحصل على الهوا وضربتني او شدتني او طلعتني بره الاستوديو. فهنا تكون العقوبه الاقصى على امير ولا عليا انا؟ يعني انه الفعل الاقبح؟ الراجل اللي هيقوم يصدر اللي صدره شيكابالا لعمر الجنايني، ولا الراجل اللي رفض الفعل الفاضح ده اللي عمل كده؟ يعني انا بتسائل، انا بوجه السؤال ده للاستاذ عمرو الجنايني، لو انا عملت معاك كده دلوقتي انت هتطلب ايه من قناه الاهلي؟ هتطلب ايه من وزير الاعلام؟ هتقول للراجل ده يتوقف 8 حلقات، ولا الراجل ده يتشطب نهائي ما يظهرش، ولا اتخذ معايا انا قرار؟ ولو امير اعترض عليا وكان رد فعله عليا حتى لو كان قاسي، هتتضامن مع امير ولا لا؟ لا، ممكن يعاقب امير اكتر. هنا هو لو سال نفسه، تبقى انت صاحبه مثلا. هنا بقى قيم مجتمعنا. هل قيم مجتمعنا تقبل الفعل ده؟ لا طبعا. مفترض هو يسال نفسه الاسئله دي ويشوف، هيعرف ان شيكابالا كان يستحق العقاب الاكبر. مش من المناسبه ممكن يكون العقاب الاكبر ده هو الثمان مباريات بس، يعني ممكن تكتفي بثمان مباريات بس، ما ينفعش كهربا يبقى اكبر من شيكابالا تحت اي ظرف من الظروف، لان انت بترسخ. صحيح جدا، لان انت بتدفع اللاعبين لانهم يقرروا نفس السلوك، وتتاكد من ده لما ترجع يا امير وتشوف شيكابالا رد فعله كان عامل ازاي بعد القرارات. يعني القرارات لما طلعت امبارح شيكابالا عمل ايه؟ عامل نفس الحركه، شير الصوره تاني. لا، في قمه البجاحه، ما انت هنا بتقول له اعمل اللي انت عايزه. واضح جدا ان انت بتقول له اعمل اللي انت عايزه. ده مش بيقول له هو بس، ده بيقول كل اللعيبه في مصر. صحيح، اي حد يتشتم يا جماعه اعمل زي شيكابالا ما عندكش مشكله. ودفاع لجنه الانضباط اليوم على سلوك شيكابالا بيؤكد ان احنا رايحين لمنطقه وحشه جدا. هو قال لك كده الراجل؟ قال كده، ونشرنا التصريحات والتسجيل موجود. قال لك ان سيميوني ورونالدو عملوا كده. قال سيميوني ورونالدو عملوا ده، ومنشور على فكره عندنا لحد دلوقتي على صفحه الكابتن. طلب بعد كده منك ان تمسح طلب من الموقع. كان الزميل رامي رجب اتصل بيه قال له يا رامي امسح ده عندكم، فاحنا انا رفضت امسح ده من الموقع. وموجود لحد دلوقتي التصريح على الصفحه وعامل حاله جدل يعني. فتبريره يعني ده بيعكس الطريقه اللي بتدار بيها الامور. لا طبعا، انت بتدير الامور ازاي؟ يعني زي ما قلنا احنا مجتمع مختلف عن مجتمع سيميوني وعن مجتمع رونالدو. عندنا عشان كده الفيفا لما بيجي يحط اللوائح بيسيب مساحه للاتحادات المحليه امير انها تحط ما يناسب ظروفها، ما يناسب قيمها، ما يناسب ثقافتها. الموضوع مش عاداتها وتقاليدها طبعا. فاللي عند رونالدو مقبول مش مقبول عندنا. فبالتالي انا شايف ان ده
هيسبب ازمه ثانيه. الشر والغضب اللي انا شفته في عيون احمد فتحي بعد ما وليد سليمان تعرض لجريمه يعني هيفضل مشهد قاسي جدا جدا على اي حد محترم، اي حد محترم بيتابع كره القدم، مش الناس اللي بتشير الصوره وعاملين حاطين على التيشيرت دلوقتي. هيتسبب في ازمه كبيره جدا. انا شفت احمد فتحي، لو رجعت الفيديو لامير، احمد فتحي كان عنده طاقه غضب وبيحاول طبعاً. وبيحاول يلحق امير عاشور. لو لحق امام عاشور كان هتحصل كارثه كبيره جدا. وبقول ان القصور الحاصل في القرارات دي بيزيد الشحن عند لعيبه الاهلي. يعني حاليا لو الاهلي لعب بكره والقرارات دي موجوده، انا اعتقد ان انت مش هتقدر تتمالك واحد زي احمد فتحي لو دخل في مواجهه مباشره مع حد من لعيبه الزمالك. مش عايز بس اكد على الكلام ده، لان ده حاجه انا بقول لك تفسيري. انا بقول لك تفسيرك وتقديري. يعني النادي الاهلي مركزين في الثلاث نقط في المباراه طبعا هو الجانب الفني. انا لا اشك في ذلك، لكن شعور اي شخص في العالم بالمظلوميه يدفعه لحاجات ممكن تبقى خارجه عن ارادته وعن طبيعته وعن الشكل الاعتيادي. فطبيعي انا شايف ان حصل في منطقه شيكابالا بالتحديد كان لازم يتبروز ده، ان ده الجرم الاكبر الذي لا يقبله المجتمع المصري قبل الكوره وقبل الرياضه وقبل اي حاجه ثانيه. كنا لازم نقول للناس كلها ان ده يا جماعه السلوك الغلط جدا اللي احنا مش نقبله ومش نطلع ندافع عنه. طيب. ده اولا. ثانيا موضوع كهربا. تعالى ناخد الحسيات واحده واحده. تمام. نفسرها مع بعض واحده. يعني مثلا ايه؟ اولا قال لك محمود كهربا تعمد ان هو يروح ناحيه عبد الله جمعه ويمنعه بالضرب، تعدى عليه بالضرب مما ادى الى حدوث اشتباكات، وكان هو المتسبب الرئيسي في احداث. انت شايف ان كهربا كان المتسبب الرئيسي؟ طب هو قال هنا حاول يمنع، حاول يلاحق عبد الله جمعه، يبقى اذا هنا الفعل كان عبد الله جمعه. يعني عبد الله جمعه هو هنا اللي كان في طريقه لاستفزاز جمهور ولاعبي الاهلي. هل انت شفت لاعبي الاهلي قبل كده باول ما ياخد البطوله او بيتوج بيروح على جمهور الاهلي ولا على دكه الاهلي لاعبي الاهلي ولا بيروح الناحيه الثانيه يستفز ويعمل حركات؟ اعتقد ان عبد الله باللي حصل في المباراه اللي قبلها بفيديو مباراه الترجي انه كان محضر كويس جدا انه لو حصل وفاز وتفوق على الاهلي هيروح لمدرج الاهلي بشكل مباشر. ربما كهربا بعفويه شديده جدا حس ان ما ينفعش يحصل كده مع جمهور الاهلي، ما ينفعش يتم استفزاز جمهور الاهلي، فراح على عبد الله جمعه. لكن هل الموضوع تطور الى ان كهربا يستحق الايقاف لنهايه الموسم؟ ويعني ايه ايقاف لنهايه الموسم؟ يعني هو فين الموسم؟ احنا الموسم عندنا بيتلعب في اثنين وموسمين وثلاثه يعني. ولو الموسم دلوقتي، فانا عايز اقول حاجه واضحه هنا. هل في حاجه في الفيفا بتقول، في لوائح الفيفا بشكل عام بتقول ان في ايقاف لنهايه الموسم؟ يعني ايه نهايه الموسم؟ يعني مثلا اقول لك حاجه دلوقتي، لو فاضل في المباراه في الموسم مباراه واحده بس، كان وانت بتعتبر اللي عمله كهربا ده جريمه كبيره جدا، هل كنت توقف مباراه واحده؟ لا طبعا. طب فاضل 20 جوله واللي حصل ما يستحقش 20 مباراه او 18 مباراه. فالمعيار هنا مش واضح خالص. هو ربما قال انت قصدك يعني اللي حصل ده لو حصل مثلا في الجوله قبل الاخيره في الدوري مثلا، فكنت هتطلع تقول برضو ايقاف كهربا لنهايه الموسم، يعني توقف مباراه واحده وخلاص. توقف مباراه، انت قدرت هنا ان الموضوع بمباراه واحده. فلا، هو الموضوع هنا مفيش حاجه اسمها نهايه الموسم. اعتقد ان المفروض يبقى في نص واضح، هو كهربا عمل ايه واللائحه بتقول ايه. يعني انت بتقول كهربا حاول يعتدي على عبد الله جمعه، طيب التعدي على لاعب بيقول ايه؟ انا شفت في بنون اللائحه ان اقصى عقوبه 8 مباريات، اللي هي محاولة الاشتباك او محاولة الاعتداء في المادة اقصى عقوبة 8 مباريات. محاولة الاعتداء. اللائحة فيها كلمة موسم دي؟ لا مفيش. انا قريت المادة 23 وقريت زيادة في التأكيد بس. قريت النصوص. لا مفيش الكلام ده. فدي اتفصلت لإرضاء ناس بعينهم، يعني واضح جدا ان هو الموضوع متفصل عشان يرضي ناس بعينهم، وما حطيناش في حساباتنا ان ده مستقبل لاعب انت بتدمره وانت بتقول له خلاص كده. انت عارف يعني ايه تقول لكهربا انت مش هتلعب 18 او 17 جولة جاية؟ يعني انت هتقعد لحد شهر 7 او شهر 8 اللي جاي، ما نعرفش المسابقه بتاعتنا بتنتهي امتى. احنا عندنا في مصر الموضوع ممكن الموسم ال 2020 يمتد لحد 2020. طب انا عايز اعيد لقطات كهربا مع عمرو الجنايني، وعمرو الجنايني مع شيكابالا والناس دي، عايز اعرضها عشان برضو نشوف تفسيرك لطريقه التعامل والمصافحه صحيح والتفرقه ما بين لاعب في الاهلي ولاعب في الزمالك، بل ايه كمان بيفرق او ممكن يكون واضح انه متضايق من كهربا عشان انتمائه لنادي معين، وكهربا راح من النادي اللي هو بيشجعه لنادي تاني اللي هو بيشجعه يعني المسؤول يعني. اتفضل. انا ما عنديش شك يا امير في فكره. بص اللقطه يا سعيد، يعني بص 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 بيسلم ازاي. الموضوع ده غريب جدا. بص بص يلا زق امشي. يا اللي هو ما بيبصش في وشه، يعني من عدم الاحترام
يعني من عدم الاحترام دي بيعلمها لنا وانت صغير. لما بتيجي تسلم على حد وبتحترمه يعني عينك بتبقى في عينيه، يعني انت بتبص له. انما فكره يعني من عدم الاحترام ان انت ما تبصش للراجل اللي انت بتصافحه، دي فيها حاجه من قله الاحترام. انت بتعمل مع الكهرباء دي ممكن انت بتوجه رساله، لكن الرساله مش مكانها هنا. يعني انت لو انت شايف ان الكهرباء ما تحفظ طبعا على كلمه عدم الاحترام. يعني الراجل يعني احنا كان جانب شخصي، انا اتربيت على كده يعني انا كجانب شخصي راجل محترم، ما نقدرش كل الاحترام والتقدير لشخصه. يعني احنا بنتكلم في التفرقه في التعامل. انا بكلمك في الموقف، مش بقول ان عم مش محترم. انا بقول الموقف المفترض احنا اتربينا على ده، ان انت لما بتصافح حد فانت بتبص له مش تتجاهله. لكن شوف انت بتستقبل شيكابالا ازاي وبتحتفل بيه ازاي، رغم ان شيكابالا ده عمل جريمه يعني في الوقت ده. ده كل ده بعد ما اللي عمله شيكابالا. يعني حتى يعني خلينا نقول ان انت غضبك من كهربا دي مبرر ان انت زعلان من اللي كهربا عمله. لكن لو انت بنفس المعيار بتطبقه على الجميع، فكان من المفترض ان انت تكون غضبان جدا 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 من شيكابالا. مش بتحتفل بيه كده عشان هو صديقك، او انت في علاقات بينكم، او انت بتبقى بتربطك بيه صداقه قديمه، او انت مبسوط له ان هو بيحتفل النهارده وبيشيل الكاس. يعني المفترض ان انت تخفي انتمائك ده على الاقل. يعني على الاقل تعرف تمثل، تخفي انتمائك، ما يبقاش ظاهر وواضح ومستفز للجمهور بالشكل ده. لان الحقيقه ده شكل مستفز جدا جدا. ما ينفعش يبقى مسؤول على راس منظومه الاداره، اداره الكوره في مصر، يظهر بالشكل ده. واعتقد ان واحد من اهم الاسباب اللي مخليه جمهور الاهلي مستفز في الفتره الحاليه وغضبان جدا جدا، ويثير شكوك حوالين كل حاجه بتحصل. كل القرارات اللي بتحصل في الفتره الاخيره بعد المشهد ده هتبقى محل شك ومحل ريبه تماما. مشهد ما كانش ينفع يظهر بيه خالص. ده غير المشهد الثاني يعني. ماشي. خلينا نروح للثاني الحيثيات. احمد زاهر اداري الزمالك قال لك ايه؟ قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الاهلي ارضا اثناء قيام الاخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته. تمام؟ تمام. وقال لك اشتباكه مع لاعبي الاهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات واحمد الشيخ لاعبي الاهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان. تعليقك ايه؟ وقال لك كمان سبق معاقبته في واقعة مماثله. انا عايز اسالك، هو ليه مفيش حد من جهاز الاهلي واضح ظهر في الاشتباكات؟ ليه يعني ليه مفيش طبيب الاهلي او مترجم الاهلي او اداري او اداري الاهلي؟ هل محدش فيهم بيحب الاهلي زي ما بيحب احمد زاهر الزمالك؟ اكيد بيحب. يعني بصراحه انا مشهد عجيب جدا ان انا اشوف طبيب فريق نازل في خناقه بيشد وبيضرب وبيلاحق وبيطارد. يعني يمكن انت لما بتشوف حتى نادي الزمالك نفسه عاقبه قبل كده 3 شهور. فواضح ان سلوكياته دي بتتكرر، يعني مش حاجه جديده عليه. يعني واضح انه خروج عن النص ده امر معتاد. مش طبيعي خالص ان انا اشوف طبيب فريق نازل بيتخانق وبيشد في لعيبه وبيضرب في لعيبه. بصراحه يعني اعتقد ان المفروض يبقى في حاسم معاه اكتر من كده كمان. امام عاشور لاعب الزمالك قيامه بركل وليد سليمان، المنظر في الحقيقه كان غريب جدا بتاع امام عاشور ده. امام عاشور بصراحه يعني هو طبعا هو ارتكب الجريمه الاكبر برضه، يعني طبعًا ارتكب جريمه كبيره طبعا يعني. طبعا. لكن انا بقول ان ولد صغير في السن ده هو اصبح ضحيه للي بيحصل في الفتره الاخيره. هو معتقد ان هو بيرضي جمهور الزمالك بالشكل ده. يعني. طبعا ان اللايك والشير هيبقى كتير زي ما حصل. ان صورته هتنطبع على التيشيرتات زي ما حصلت. فمعتقد ان هو ده الصواب، هو ده الحاجه اللي تخليك تعلى في نظر الجمهور وتكبر. فده بيحصل ليه؟ لما امام عاشور بيشوف ان شيكابالا رصيده الاكبر، يعني النهارده شيكابالا ما بيشاركش في المباراه اللي فازوا بيها في البطوله، لا بيشارك في المباراه دي ولا في مباراه الترجي، ملوش اي دور. لكن بيعرف ياخد اللقطه بانه ازاي يمارس كيد جمهور الخصم. والرصيد الاكبر، يعني لما تيجي تتكلم عن مشوار شيكابالا، الرصيد الاكبر لشيكابالا عند جمهور الزمالك مبني على عداوته بجمهور الاهلي، استفزازه لجمهور الاهلي. والله فهنا طبعا رصيده الاكبر ان هو كابو. اصل هو رصيد البطولات فعلا مش كتير، رصيد البطولات مش موجود ورصيد المباريات مش موجود. يعني احنا لما نرجع مثلا 10 15 مباراه بين حسام عاشور وشيكابالا مفيش اي حاجه خالص. يعني شيكابالا ما كانش بيبقى موجود خالص نهائي، لا بطولات ولا مباريات ولا مكاسب ولا اي شيء. فبنى يعني شعوره بالقصور والعجز دايما خلاه عوضه حاجه ثانيه، فتحول لكابو في مدرج الزمالك بيقود مدرج الزمالك في ان هو يسب الجمهور الاخر. ومن هنا بنى جزء كبير جدا من مكانته عند الجمهور السوشيال الحالي. فبالتالي امام عاشور بيشوف ان ده نموذج وانا هجري وراه عشان ابقى عظيم زيه وهبقى اسطوره على طريقته. لان طالما الاسطوريه مش مرتبطه بالكوره ولا بالجهد ولا بالعطاء، مرتبطه بان انت ازاي تستفز او تلعب على وتر العاطفه عند الجمهور. انا واثق جدا ان في كتير جدا من جمهور نادي الزمالك مش قابلين اللي حصل. يعني انا عارف كده كويس قوي. مؤكد انا قلت جمهور السوشيال يعني في قطاع كبير زي ما قلت امبارح، لازم يبقى في تفرقه ما بين الاحداث اللي حصلت وما بين احترامنا وتقديرنا لجمهور وكيان نادي الزمالك. ده امر لازم اكد عليه. احنا هنا بنحلل الموقف، بنحلل تصرفات بعض اللاعبين. الموضوع ملوش علاقه ان انت اهلاوي او زملكاوي او كلام من ده، الموضوع ليه علاقه بمظهر الكره المصريه قدام العالم كله.
بس ده امر لازم ناكد عليه برضه. صحيح. موضوع شيكابالا اتكلمنا فيه عبد الله جمعه بقى، قال لك ايه؟ توجه مسرعا عقب احراز هدف الفوز متعمدا الى جماهير الاهلي الاحتفال مما اثاره. وفي الحقيقه البند الخامس ده معاكس لكلام اللي اتكتب عن كهربا في البند الاول. تناقض، هو بيقول ان كهربا بدا، وهنا واضح جدا، واضح جدا ان هو في البدايه قال ان كهربا هو السبب اثاره الازمه، وثم قال ان عبد الله جمعه هو السبب في اثاره الازمه، فهنا بيوضح قد ايه ان هو لا، هو حتى يعني سلسل الاحداث بطريقه مش ما فيهاش اي تسلسل اصلا، يعني طريقه مش مرتبه. صحيح. يعني هو هنا قال لك المفروض بدا بعبد الله جمعه، كان المفروض يبتدي عبد الله جمعه. نسيبك بقى من القرارات، مش كقرارات، لا كسرد للي حصل. يعني قال لك ايه؟ كهربا راح نحو عبد الله جمعه. صحيح. ابتدى برد الفعل مش بفعل عبد الله جمعه اللي صحيح. ادى ان كهربا يروح له. صحيح. فده امر غريب يعني في الحقيقه. صحيح. مين اللي ابتدى؟ عبد الله جمعه طبعا. بس واضح جدا. وبعدين عبد الله جمعه ابتدى عليه قبل المباراه، يعني عبد الله جمعه ابتدى الازمه قبل المباراه. ده غريب ان هو جايب عبد الله جمعه خامسا، يعني رقم خمسه. يا امير انت لو دورت على اساس المشكله هتلاقيها عبد الله جمعه. ازاي يا امير؟ فكره التعصب بيغذيها وينميها بشكل كبير جدا، ان مسؤول او لاعب عنصر اساسي في المنظومه هو اللي بيثير التعصب. يعني لما عبد الله جمعه وهو بيحتفل بفرقته يطلع يقول مش عارف ايه ويرمي كلام على الخصم، فهنا دي الازمه الحقيقيه. تغذيه التعصب بيجي من هنا، انت ما خليك مشغول بفرقتك. انا في حياتي عمري ما شفت ان النادي الاهلي بيكسب البطوله فاشوف كابتن الفريق او لاعب في الفريق بيطلع يرمي على المنافس الثاني. فهنا اساس المشكله. لو ما حصلش تدخل من بدري من المسؤولين ان احنا نبدا نعيد تشكيل وعي لاعبينا والمسؤولين في الادارات، انا بشوف بصراحه يا امير يعني ان مسؤولين في الانديه بيطلعوا يتكلموا عن المنافسين ويقصفوا جبهاتهم، بالنسبه لهم الاهداف هي قصف الجبهات، ازاي نقصف جبهات بعض؟ فده لازم يتوقف. سواء لازم يتوقف، فعلا معاك في الموضوع ده. مسؤولين او لاعبين لازم يتوقف، سواء من هنا او من هنا. انا بشوف نادي الزمالك او اعلام الزمالك هو بيحتفل بفوزه على الاهلي، او مقدمه ال 20 دقيقه كامله عن النادي الاهلي ورد على النادي الاهلي ورد على سيد عبد الحفيظ. يا عم احتفل الاول وقول انا كسبت وانا بطل، وبعدين روح نشوف الاهلي قال ايه وسيد عبد الحفيظ قال ايه. لازم هنا تتحل المشكله، ان احنا ننشغل بانفسنا اولا ثم نرد على الاخرين. وبعدين احنا مش هنحاول حياتنا ان احنا نرد على بعض. بالظبط. هي الحياه مش ان احنا نرد على بعض. يا جماعه هو تنافس، تنافس في الملعب وخلاص. انا ما شفتش ده موجود في اي اعلام نادي في العالم يعني. بصراحه يعني. وبعدين ثم تيجي تبص على اعلام الانديه برضو يا امير، هتلاقي ان مفيش اعلام بيقدم نقد لنفسه نهائي. يعني انا عمري ما شفت مجله تنتمي النادي في مصر في تاريخها في منشتها مثلا بتنتقد ادارتها او لاعبيها، في حين ان تبص بره الانديه المحترفه بينتقدوا انفسهم. احنا عندنا الانديه بتأله اعلامها بيأله الشخص اللي عنده او الانديه اللي عندها بنسبه كبيره جدا، يعني ده بيحصل بنسبه كبيره جدا. بنسبه ما، مش عايزين نقول ان ده موجود عند كل اعلام الانديه، يعني ده ممكن ما يكونش حقيقي. النسبه الاكبر، انا بشوف مش عشان شخصي، ان النسبه الاكبر بتتجه لتأليه المكان اللي انت اللي بتنتمي اليه. مش عايزين نقول تأليه، هو انت بتحاول تدعم، بتحاول تساند، ده امر طبيعي. بس لازم جداً. يكون في نقد، نادي لازم يكون في نقد ذاتي، وبيبقى في نقد. يعني احنا عندنا بيبقى في نقد. انا 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 انت بالتحديد يا امير يمكن انت ما تعرفش ده. أه. انا يعني في تليفون جه من فتره من اسبوع ان امير لعيب من النادي الاهلي زعلان منك. انا ما قلتلكش الكلام ده. يعني لعيب في النادي الاهلي انت اتكلمت عليه هو زعلان ان امير انتقد، وانت ما انتقدتش ولا حاجه. يعني انا عارف ان انت كنت بتنصح فهو بيعتبر ده نقد. فده مهم ان انت بتمارس الدور ده، ان انت بتحاول تقول الصواب حتى في مكانك وجوه بيتك. فده مهم لان النقد الذاتي هو اللي بيبني. امير انا يعني لما قريت كتاب جوارديولا عن مرحلته او عن فرقته مع بايرن ميونخ، في بايرن ميونخ بيقول انا ما كنتش بخاف من اي نقد قد خوفي من مجله بايرن ميونخ. لما كنت بتعرض لهزيمه او لموقف ما كنت اكتر حاجه ببقى خايف منها هي رده فعل مجله بايرن ميونخ، لان كان بيبقى فيها نقد ذاتي. ده مش مغرض نقد امير هنا للنادي الاهلي او للعيب الاهلي او لاي حد في المنظومه. ده نقد ذاتي بيستهدف ان هو يعيد البناء بشكل سليم وشكل صحيح. ده ما بيحصلش في حته ثانيه يا امير، يعني انا ما بشوفش اللي انت ما بشوفش ده بيحصل في حته ثانيه. فده بيخلي دايما عند بيخلي دايما الصوره مثاليه، فالجمهور مش متقبل اي حاجه، مش متقبل ان انت تخسر، ان انت تتعادل، ان انت تقع شويه. فبالتالي انت بتغذي دايما عنده فكره الانحراف العاطفي. فلازم يبقى في نقد ذاتي طبعا عند اعلام الانديه. طيب اللي هيحصل ايه خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك، من خلال متابعتك بخصوص القرارات دي؟ يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي هيتخذ مسار، اعتقد يعني ما عنديش اي معلومه، بس اعتقد ان النادي الاهلي هيتخذ مسار قانوني. هيشتكي للجنه الانضباط اولا ثم لجنه التظلمات، ربما يصعد لجهات اعلى. لكن
لكن بشوف بشكل شخصي ان الاهلي مطالب بانه ياخد موضوع سياسي شويه بصراحه، يعني المفروض يصعد الموضوع سياسيا شويه، انه يروح لجهات تانية يتكلم يا جماعه الموضوع بيتكرر، ان في تجني واضح بيحصل وبيتكرر مرات كتيره جدا، ومش معنى ان النادي الاهلي بيرسخ للقيم طوال الوقت انه ضعيف ابدا ابدا. مش معنى ان الاهلي بينحاز لاستقرار الدوله والاستقرار المسابقه وان الموضوع يبقى ماشي بشكل يسير من غير مشاكل ان الاهلي ضعيف. ان فلازم يكون في تحرك على المسارين، انت تتحرك من خلال مسار قانوني وتتحرك في المسار الثاني مسار سياسي علشان خاطر ان انت توقف المهازل ديت. الموضوع بقى واضح، بقى في استفزاز، بقى في مشاهد بتقول ان انت بيتم التجني عليك، بقى في مشاهد بتقول ان في مجامله لطرف اخر، فاعتقد ان لازم يبقى في تحرك اقوى من كده. طيب هنشوف اللي هيحصل ايه، كلنا طبعا في انتظار قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الادرى بمصلحه النادي. طبعا الجمهور كله بيبقى نفسه في مصلحه النادي من خلال وجهه نظره، لكن دايما الناس اللي جوه المطبخ، الناس اللي عارفين الانسب ايه لمصلحه ناديهم، اكيد هياخدوا القرارات الانسب. احنا منتظرين قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعهم اللي بيجرى في هذه اللحظات. طيب خلينا نتكلم عن الكوره شويه. نتكلم عن المباراه اللي فاتت والمباراه بتاعت بكره. تمام. اللي هتتلعب باذن الله. الاول عايز اتكلم عن تقييمك للنادي الاهلي في مباراه السوبر. تمام. هل النادي الاهلي تفوق فنيا ولا لا؟ بنسبه كبيره جدا تفوق، يعني تفوق. الاهلي بنسبه كبيره تفوق، وفايلر حقق اللي هو كان عايزه، بس اللي هو كان عايزه مش هو الصواب. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو خلق الفرص بطريقه معينه وقدر يوصل للحاجه اللي هو عايز يوصل لها، بس ما كانش ده الاختيار الامثل. الاهلي يمكن فايلر اعتمد اولا على ان هو من وجهه نظرك. من وجهه نظري هو اعتمد ان هو بيعمل الضغط المتقدم كالعاده، بيقرب المسافات فبيعمل الضغط العكس على الخصم، بياخد الكره طول الوقت. هجوميا كان بيجمع الكره في ناحيه مثلا الناحيه اليمين علشان يفرغ المساحه الناحيه الثانيه ويعمل كره عكسيه، اتعمل كتير جدا الكره الطويله العكسيه. للاسف جيرالدو لما بتحط واحد على واحد، هو لاعب بيلعب على الخط لبره. فانت لما تحط واحد على واحد فانت عايز اللاعب المراوغ اللي يعرف يا امير، اللي يعرف يعمل المراوغه على طريقه رمضان صبحي ويدخل لقلب الملعب عشان يحطك قدام في مواجهه مباشره مع المرمى. انا شفت ان فايلر جمع اللعب كتير على الطرفين عشان يعمل الكره العكسيه سواء لجيرالدو او لحسين الشحات، والاثنين ما كانش عندهم القدره على انهم يقتحموا في واحد على واحد ويعدوا ويدخلوا قلب منطقه الزمالك ويشكلوا الخطوره المطلوبه. فكانت دي لعبه من الالعاب اللي كانت ثابته. كمان ما شفتش جيرالدو وحسين الشحات بياخدوا المهام الطبيعيه بتاع الجناحين في النادي الاهلي اللي في الفتره الاخيره بتحصل، هم بيدخلوا جنب المهاجم علشان يخلي الظاهرين سواء علي معلول او محمد هاني يقوموا بواجبهم الطبيعي. فما كانش فيه الكثافه المطلوبه في العمق، عشان كده الاهلي ما قدرش يخلق فرص كتير. وكمان زي ما انا قلت لك جيرالدو وحسين هم لاعبين اقرب للخطوط من العمق، يعني هم ما بينجدوش قوي لما بيدخلوا في القلب. فانا شايف ان دي كانت الازمه الهجوميه. ورغم كده الاهلي تفوق فنيا فعلا. الاهلي تفوق فنيا، انا بشوف ان الاهلي كان ناقصه جناح بس بيعرف يلعب واحد على واحد، يعني كان واحد لازم يكون واحد من الاثنين على الطرف بيعرف يلعب واحد على واحد، بيعرف يتحول لمهاجم تاني جوه ال 18 عشان يعمل لك الكثافه. وده يمكن انا قلت قبل المباراه يا امير، كان اجاي يلعبها كويس قوي. يعني اجاي انت افتقدت للاعب الجناح اللي بيعمل حاجه. بس في نفس الوقت اجاي لما لعب مهاجم مثلا في مباراه المصري تالق، وفي معظم المباريات اللي شارك فيها مهاجم تالق. بص هو اجاي لما يلعب مهاجم هو افضل مهاجم في الدوري، لما يلعب مهاجم هو افضل مهاجم في الدوري. ولما يلعب جناح هو بعد رمضان صبحي، يعني في غياب رمضان صبحي. ليه بقى؟ لان هو الجناح الوحيد يا امير اللي بيقدر يطلع بالكوره من تحت، الجناح الحريف اللي بيقدر ينزل ياخد الكوره يطور ادائك الهجومي، يعمل المراوغه في موقف واحد على واحد تحت الضغط، ما بيعرفش تاخد الكوره منه بسهوله. فده امير ما كانش موجود، لا يا رمضان صبحي يا اجاي اللي يعملها. للاسف الاهلي كان بيبقى عنده صعوبه ومشكله في دي، لان جيرالدو لاعب بيعتمد على سرعته، فمحتاج تحط له كوره، وكذلك حسين الشحات سرعته، تحط له الكوره خلف المدافع عشان يلعب في المساحه اللي وراه. لكن مين اللي يطلع بالكوره على الطرف من الاجنحه؟ اعتقد ما كانش في حد اقدر من اجاي ان هو يعمل الحته ديت، وكمان هو اللي كان هيقدر يعمل الشغل لعلي معلول بشكل افضل كتير جدا من اللي حصل في المباراه الاخيره. طيب المباراه اللي جايه بقى بكره باذن الله تعالى، توقعاتك لشكل النادي الاهلي هيكون ازاي؟ هل هيبقى في تغييرات في التشكيل؟ خليني الاول بس اعرض معاك قائمه الاهلي، احنا اعلناها مع جمهور النادي الاهلي لكن نعيدها مره ثانيه عشان تبقى عارف مين المتواجد. شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمود متولي، رامي ربيعه، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، وحسين الشحات، اليو ديانج، وعمرو السوليه، اليو بادجي، محمد مجدي قفشه، وعلي معلول، احمد الشيخ، احمد فتحي، حسام عاشور، جيرالدو، ومحمد دهاني.
رايك ايه على القايمه وازاي بكره هيلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ يعني اكيد هيكون في مجموعه تغييرات. اشوف ان احنا ممكن يكون في الاعتماد على احمد فتحي مكان محمد هاني. ممكن طبعا بادجي، اكيد بادجي او مروان محسن خلاص كده اجاي مش موجود، فاعتقد بادجي الاقرب. يعني اعتقد ان بادجي هو الاقرب ان يبدا المباراه. في تغييرين تانيين محتملين، يعني يا واحد منهم يا اما الاثنين، وليد سليمان مكان قفشه واحمد الشيخ على حساب جيرالدو. يعني اتمنى اشوف ده يعني، وممكن فايلر بيفكر بالطريقه دي شويه. بس قفشه تالق الماتش اللي فات، يعني تالق جدا، تالق جدا في الحقيقه. قفشه تالق ولعب مهم جدا طبعا. لكن ممكن هو يستثمر حاله الحوافز الكبيره اللي عند وليد سليمان، خبره وليد سليمان في ماتشات الديربي، رغبته في ان هو يرد بشكل قوي جدا في الملعب، ممكن يستثمر ده. انما انا بشوف ان هو ممكن يلعب باحمد الشيخ على حساب جيرالدو ليه؟ عشان يعوض الحته اللي انا قلت عليها. احمد الشيخ في واحد على واحد حريف، احمد بيعرف لعيب كوره، لعيب تقيل على الكوره، فيعرف يعمل المراوغه اللي الاهلي ما عرفش يعملها في الماتش الاخير. وكمان لما تحول حسين الشحات ناحيه الشمال هيقدر يعمل لك المراوغه افضل من اليمين. يعني هو دايما بيبقى على الخط بره في اليمين بيطلع بيها لبره فبيصعب مهمته، لكن لما يروح ناحيه الشمال اعتقد ان موضوع المراوغه والاختراق عنده هيبقى اسهل، ان هو يقطع في قلب الملعب ويدخل. فبشوف ان هو ممكن يلعب حسين الشحات في الشمال، احمد الشيخ يمين، بينهم قفشه او وليد سليمان. طيب المطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في مباراه بكره بعد ما حدث في مباراه الزمالك المباراه الاخيره في السوبر، كل الاحداث اللي احنا شفناها وكلام من ده، ايه الرساله اللي تتقال مش لعيبه الاهلي بس بقى لعيبه الفرقتين؟ تقول ايه؟ لازم اولا ننسى اللي حصل، نكون حريصين كلنا على ان احنا نصوب الصوره ونحسن من شكلنا اللي حصل قدام العالم كله. اعتقد لعيبه الاهلي بالتحديد مطالبين يكونوا اهدى، لان تم استفزازهم بشكل مش طبيعي جدا في الساعات الاخيره. ربما القرارات يعني من بدري جدا الناس كلها كانت تخشى من ان يكون هناك توازن في العقوبات بما يضر الاهلي، يعني التوازن كان الناس شايفه ان هو يضر الاهلي. فلعيبه الاهلي اعتقد استفزت اكتر لما شافت ان القرارات كمان مش ما فيهاش توازن، لا ده قاسيه جدا على النادي الاهلي. فاعتقد ان ده هيتسبب في غضب شديد عند اللاعبين، فهم مطالبين والجهاز الفني مطالب ان هو يفصلهم تماما عن اللي حصل وعن اللي بيحصل خارج الملعب، وان يكون في هدوء اكتر في التعامل مع الموضوع، ويعتبروا ان دي 90 دقيقه. هي 90 دقيقة في الأول وفي الآخر، مشوار الدوري أعتقد إن الأهلي بنسبة كبيرة جدا حسمه. فيعتبروها بروفا لمباراة سان داونز اللي هي الأهم واللي هو التحدي الأهم عند النادي. كان عجبني. طب أنا في حاجة بس مهمة عايز أقولها. فضل. في حاجة مهمة جدا، يعني في تويتر دلوقتي اللي كابتن خالد بيومي طبعا المحلل الشهير والمعروف بيقول فيها إيه؟ بيقول إن اللجنة المؤقتة في حيثيات العقوبات لماتش السوبر أكدت إنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة. تمام. اللي هي مين؟ أبو ظبي. تمام. وسؤالي لرئيس القنوات اللي هو يعقوب السعدي أكد لي أنه لم يعطي أي مسؤول في اللجنة لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحة. تعليقك إيه؟ طبعا أنت عندك تعليق أصلا؟ اصل انت كده ما حدش يقدر يشكك في كلام الكابتن خالد لانه موجود في ابو ظبي ومعروف. تاني يا جماعه الموضوع ببساطه، يعني الكابتن خالد بيومي هو طبعا محلل في قناه ابو ظبي احنا عارفين وشفناه على مدار الايام قبل مباراه السوبر، بيقول يا جماعه الحيثيات بتاعه قرارات لجنه الانضباط بتقول ان احنا رجعنا كل الشرايط اللي خاصه بالمباراه وكل الاحداث اللي حصلت وخدنا كل اللقطات، وخصوصا مش عارف كان في كام كاميرا بتصور وان المباراه كانت بالفار وكده، وخدنا كل اللقطات دي وبناء على اللقطات دي احنا خدنا القرارات دي بالحيثيات دي. فالراجل خالد بيومي قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه انا رجعت رئيس القنوات ابو ظبي اللي هو رئيس قنوات ابو ظبي اللي هو يعقوب السعدي، ونفى تماما ان في اي شريط خرج بخصوص المباراه لاي مسؤول في الكره المصريه، عشان الموضوع يبقى واضح. يعني بيقول بشكل صريح ان انتوا بتكذبوا، يعني هو ده معنى البوست ان انتوا بتكذبوا. قال لك كمان الكلام عاري تماما من الصحه. وطالما انت بتقول للناس ان انتوا بتكذبوا فهتتناقش معاهم في ايه تاني؟ يعني احنا هنقعد يعني بنتناقش في حيثيات ولوائح ونصوص وتجني ومجاملات، وفي الاساس الناس اعتمدت على انها من البدايه بتكذب عليك. يعني انت محتاج ايه اكتر من انها الناس كذبت عليك وقالت لك انها استخدمت وسيله مش متاحه بالاساس؟ بقول لك ايه، هو اعتداء طارق حامد على كهربا او تدخل، يعني تدخل عنيف جدا وتدخل حازم امام وكهربا بيلعب رامي التماس، ده مبرره ايه؟ وليه ما اتخذش في الاعتبارات؟ حكم المباراه ضعيف جدا وحكم المباراه بكره اضعف، وده بيعكس لك برضو ان 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 الاداره من البدايه غلط. يعني فعليا يعني هو مين بيختار حكام المباريات؟ المجلس بالتنسيق مع لجنه الحكام. يعني المفروض لجنه الحكام هي اللي بتتحرك. انا
فين رئيس لجنه الحكام؟ هتكلم بشكل فاضي مش متفرغ؟ لا ما انا وقلت الكلام ده امير معاك من شهور، قلت من شهور طويله جدا وانا موجود معاك هنا في بدايته ان الراجل عنده شغل في السعوديه، وان كان في خناق على فكره، كان من اسبوع في خناقه بينه وبين طناف موقف حاجه. ما بين مين؟ ما بين كابتن جمال غندور وعمرو الجناين. ليه؟ لان هو موجود في السعوديه، عنده شغل في السعوديه 20 يوم، وعمرو الجناين عارف ان هو مش هيرجع غير بعد بطوله الشباب اللي بتتلعب، الشباب العرب اللي هي فيها منتخب مصر موجود هناك، هو عنده شغل خاص بيها، فمش هيرجع غير بعد 20 يوم. فرئيس لجنه التحكيم في ظل الظرف اللي بتعيشه الكره المصريه ومباراتين قمه في اربع ايام مش موجود، اللي هو ما كانش موجود يعني. فحصلت الخلاف فاضطر كابتن جمال يرجع. يعني كابتن جمال غندور اضطر يرجع من السعوديه بسبب الخلافات ديت، وان فعليا حصل تواصل مع بديل ليه، يعني مع بديل ليه لرئاسه لجنه الحكام، لانه شايفين ان هو كده مش متفرغ، مش مدي وقته، مش مدي تفكيره ومشروعه للجنه الحكام، رغم ان هو بيتقاضى مبلغ كان 6 أضعاف اللي قبله. يعني يمكن انا قلت لك برده الكلام ده معاك امير قبل كده، مبلغ اضعاف 6 أضعاف اللي قبله، فده يخليك ان انت تتفرغ تماما للحته دي، لان دي مش سهله، لان دي اساس. انت لما توفر العداله التحكيميه اولا هتخفف من حده الخلافات اللي حاصله. فاختيار الحكم كان ضعيف، الحكم لم يحمي كهربا فاستفز، يعني كهربا في الكره الاولى والثانيه واضح جدا ان لعيبه الزمالك استفزته، فهنا الحكم على اقل تقدير لو مش هينذر لعيب الزمالك فكان لازم يتكلم معاهم بشكل شفهي، كان يبقى واضح بشكل قوي ان هو بيقول ان اللي حصل ده ما ينفعش، فبالتالي اوفر الحمايه للاعب. لكن انت تركت الموضوع كان ما فيش حاجه حصلت، تدخل عنيف مر بشكل عادي جدا جدا، فكهربا وصل له احساس ان انا هاخد حق بايدي طالما ما فيش حاجه موجود. فطبعا اختيارات الحكام سواء المباراه دي او المباراه اللي قبلها علامات استفهام كبيره جدا عليها، حكام من الصف اول مفترض يكون فيه اهتمام اكبر من كده. طيب انا عايز اعيد تاني تويتت الكابتن خالد بيومي، وكلام مهم جدا لان ده يثير شكوك كبيره جدا جدا جدا. يعني قال لك اللجنه المؤقته، اهو يا سعيد بص معايا، اللجنه المؤقته في حيثيات العقوبات لماتش السوبر اكدت انها استندت الى شريط المباراه وبعض اللقطات عفوا اللقطات المعينه التي استلمتها بشكل رسمي من الجهه الناقله. وابو سؤالي اللي هو سؤال مين؟ سؤاله هو كابتن خالد بيومي لرئيس القنوات اللي هو مين؟ يعقوب السعدي. أكد لي أنه لم يعطي أي مسؤول في اللجنة لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحة. إذا قنوات أبو ظبي أهي بتنفي إن إحنا إدينا أي أشرطة للمباراة لأي حد. وما اعتمدتش على، يبقى ده الراجل ده بيقول إن هو ما اعتمدش على فيديوهات أبو ظبي، وما اعتمدوا على إيه بقى؟ اعتمد على الصورة اللي أنت عرضتها يا أمير. هو كان موجود في الملعب، شفت الصوره، شفت حاله الغضب اللي هو كان فيها اتجاه كهربا. هو اعتمد على الحاله دي والمشاعر اللي هو شافها بنفسه في الملعب، وبناء عليها بنى رؤيته وموقفه من بدري. يعني كان واضح قوي ان الراجل الغضبان من كهربا واللي بيحضن وبيحتفل مع شيكابالا انه بنى موقفه هنا في اللقطه دي من خلال وجوده هو على ارضيه الملعب، مش من خلال الفيديوهات اللي تم ان هو ادعى ان هو رجع لها. دي فيديوهات، هو بنى موقفه هنا هنا، مش بفيديوهات ابو ظبي زي ما هو ادعى، وزي ما كابتن خالد بيومي كشف الحقيقه دلوقتي حالا. هو بنى موقفه في اللقطه دي وفي المشاهد دي وفي الصوره، وفي الصوره اللي ظهر فيها بيعامل كهربا بطريقه سيئه جدا. شوف واضح جدا ان مشاعره صادقه، صادقه في ان هو بيحتفل فعلا، ان هو بيحتفل كمشجع زملكاوي باسم الله. لا ده بيقول له وشي حلو. بيقول له وشي حلو، واحتفال مش طبيعي يعني بصراحه عار جدا ان يكون على راس منظومه كبيره زي الكوره المصريه شخص بينتمي ويحتفل مع نادي بالشكل ده. لازم يتم اعاده النظر بشكل كامل يعني في الموضوع. هل هو ما وثقتش فيها قبل كده اصلا؟ يعني انا شخصيا ما وثقتش فيها ابدا، لا قبل كده ولا بعد كده، وواضح جدا يعني من بدايه شغلها، وكمان ما بتشتغلش بشكل مستقل. يعني في النهايه هي ما بتشتغلش بشكل مستقل، وبتسمع كلام من الخلف بيجي لها، وبتنفذ المطلوب منها عادي جدا يعني. فهي لجنه ما اعتقدش انها تصلح لاداره الكره المصريه، ولا ترتقي لفكره انها تخطط للكره المصريه في ظل المشكله اللي حاصله في الفتره الاخيره. لقطة عليك في الحقيقة أكتر، يعني مش عارف، الموضوع بقى واضح وضوح الشمس للناس. هو في تعليق بصراحة، يعني الانتماءات غالبة على القرارات. بدليل إيه؟ بدليل الفيديوهات. بدليل إيه؟ بدليل لما الحيثيات بتتقال بشكل ما فيهوش أي نوع من أنواع الحقيقة. بدليل إيه كمان؟ بدليل نفي قنوات أبو ظبي عن طريق الكابتن خالد بيومي. والكابتن خالد بيومي بقى هنا إيه؟ لا أهلاوي ولا زملكاوي، ده راجل محايد، إسماعيلاوي أصلا. يعني هو ملوش لا مصلحه هنا ولا مصلحه هنا، هو بنفسه كده اهو سال الاعلام الكبير يعقوب السعدي اللي هو رئيس قنوات ابو ظبي، انت فعلا اديته هنا كقناه اديته فيديوهات؟ اصل الحساب بتقول كذا. قال له لا مفيش. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان في تضليل
عن الحقائق وعن الشعب، مش عايز اقول الشعب المصري، عن جميع الكره المصريه. يعني احنا بناخد قرارات عكس الحقائق اللي حصلت، بدليل كمان ايه؟ سرد الاحداث بشكل خاطئ، اللي يجيب لك تصرف شيكابالا قبل ما يجيب لك اللي خلى تصرف كهربا قبل ما يجيب لك اللي خلى كهربا يتصرف بالطريقه دي، اللي هو عبد الله جمعه. حط كهربا اولا وعبد الله جمعه خامسا. فالموضوع واضح وضوح الشمس يا جماعه يعني للاسف. عندك اي تعليق تاني؟ لا، انا بتمنى ان يكون في تدخل من المستوى اعلى من الدوله. يعني انا بصراحه يعني بستغرب جدا 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 من صمت الدكتور اشرف صبحي في الجو ده. يعني انا مش عارف هو ازاي الراجل بيتحلى بالصمت الكامل ده في ظل الظروف دي. مفترض يكون في تدخل اقوى منه، تدخل من لو هو مش قادر يتدخل، المفروض في تدخل من رئاسه الوزراء نفسها. لان واضح جدا ان انت بتجر الناس الى مشكله تانية. مشكله كبيره كلنا هنزعل يا جماعه. مش لازم يا جماعه حد يموت عشان نحس ان في مصيبه. اللي بيحصل حاليا، وفي الحقيقه احنا نبهنا من البدايه يا جماعه، ما ينفعش حد بهذا الانتماء الكبير وهو مش محد. يعني بص، انا عايز اقول لك على حاجه، ما نقدرش نلوم عمرو الجنايني ان هو منتمي لنادي الزمالك، حقه كل واحد يشجع النادي اللي هو عايزه. صحيح. لكن اللي في مكانه ده، في مكانه ده لازم يبقى محايد، غصب عنه لازم يبقى محايد. صحيح. لكن هو الواضح جدا عليه انتمائه في تصرفاته، هو مش قادر يخفي، حتى مش قادر يتحكم في مشاعره. طب يعني مشاعرك ملكك، لكن قراراتك مش ملكك. بالظبط. طريقه ادارتك مش ملكك. طريقه ادارتك دي، ده مشروع، ده ملك للاتحاد، ملك للدوله، ملك للبلد. فلو انت هتتاثر عاطفيا بقراراتك، فاعتقد ان انت ده مش موقعك وده مش مكانك. اعتقد ان انت ممكن تشوف مكان تاني. واعتقد ان الدكتور اشرف صبحي مطالب بالتدخل دلوقتي حالا، ما ينفعش يتاخر اكتر من كده. يكون في جلسه، يكون في حديث عن ضروره تغيير الشكل اللي بيتم اداره الامور بيه في الفتره الاخيره. لان لو استمرنا على كده زي ما قلنا يا امير، ان احنا مش لازم نصل يا جماعه لمرحله الكارثه، او احنا فعليا يا امير حاليا احنا في مرحله الكارثه، احنا بنعيش الكارثه او بناء الكارثه، ما يسبق الكارثه بشكل كابتن خالد بيومي كمان اتكلم في تويتر اخرى كلام مهم جدا. قال معلوماتي ان كل قرارات لجنه الانضباط فيها عوار، والسبب تعلموا اللجنه المؤقته ان المباراه اقيمت بدون مراقب للجنه الحكام، والمفروض والمتبع ان يكون هناك ثلاثة تقارير، الحكم ولجنة المسابقات ولجنة الحكام، والأخير ما جاش. دي كوميديا، دي كوميديا بقى. مفيش مراقب للمباراة، يعني مش عارف نقول إيه أكتر من اللي إحنا قلناه. يعني مفيش مراقب للمباراة، يعني مفيش مباراة أساسا من المفترض. طيب، توقعاتك لماتش بكرة سريعا. مش هيتلعب. ماشي، هنشوف. لو اتلعبت مباراه الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله، اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان انت تكسب جوانب معنويه مهمه جدا قبل تحديات مباريات سان داونز الذهاب والاياب، وان انت تشتغل على هدفك الاساسي هو بطوله دوري ابطال افريقيا بعد حسم بطوله الدوري بنسبه كبيره. مش عايز اقول طبعا ان هي اتحسمت لان المنافسه اكيد قائمه، لكن في كل الاحوال الاهلي هو الاقرب. فانت بتركز تحديثك بشكل كامل، بتنسى اللي فات، بترمي كله ورا ظهرك، وبتفكر في مصلحتك واللي يسعد جمهورك، وده اللي بيشتغل عليه المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين. ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في مباراه الغد. استاذ سعيد علي، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا يا امير. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز الاستاذ سعيد علي، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور، واتكلمنا في ملفات كتير جدا. بكره مش هيبقى في حلقه كلام في الميديا عشان الماتش الساعه 7:30 مباراه الاهلي والزمالك. ان شاء الله نلتقي بعد بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا، باذن الله نبارك فيها فوز النادي الاهلي على الزمالك. الى اللقاء.